ميشيل هجرسي. اهلا بحضرتك. اهلا بيك دكتور. ممكن حضرتك تعرفيني بنفسك؟ انا الاستاذه الدكتوره نشوى الهجرسي، استاذ القلب في جامعه مصر ورئيس مجلس اداره جمعيه قلوب مصر واستاذ القلب المتفرد في معهد القلب القومي. شوفي حضرتك، هو في امراض بتصيب النساء احنا عارفينها اكتر من السيدات، وفي امراض بتصيب الرجال اكتر. يعني مثلا قصور الشريان التاجي بيصيب الرجال اكتر، المرأة لا تصاب بيه لانها بروتكتد طول ما هي عندها الدورة، يعني مش بيجيلها الشريان التاجي لانها بروتكتد بالاستروجين او الهرمون ده. الكلام ده مكتوب في كتب الطب وكنا بندرسه زمان، ايام زمان، ايام كنا في الكلية. دلوقتي بنلاقي ستات بيجيلها مرض الشريان التاجي كتير جدا جدا جدا، وبنسبة متزايدة جدا 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 عن ما كنا بنشوف زمان. لدرجة ان زمان كانوا بيدوا الاستروجين ده علاج للرجالة اللي عندها مرض الشريان التاجي عشان يتحسن زمان، لكن دلوقتي الستات ليه بقى؟ الستات اولا التنشن اللي هو الضغط، الضغوط النفسية على الست اكتر من الراجل. الست عايزة تبقى كارير وومن وعايزة تبقى بيت زوجة كويسة او بيت كويس، يعني مليون حاجة عليها ضغوط، مش زي الراجل عنده الكارير بس. فهي عندها ضغوط، فالستريس ده نمبر وان في الشريان التاجي، نمبر وان، مش نمبر وان او نقدر نقول نمبر تو، لانه العامل الوراثي طبعا. برضو العامل الوراثي بيخش في المرأة، يعني ممكن المرأة ومامتها او باباها او خالها او جاله الشريان التاجي فبيبقى كده. لكن انا مش هتكلم على الشريان التاجي في المرأة لانه مفيش اختلاف كبير في الاعراض او في العلاج بينه وبين الست، يعني العلاج والاعراض هي الشريان التاجي هو الشريان التاجي، بنعمل انجيو قسطرة، واي شريان مسدود بنفتحه بالبالونة وبنحط له دعامة او دعامتين او ثلاثة، او بنعمل عملية اوبن هارت، فده يعني خلاص. لكن انا هتكلم على الست من نواحي اخرى، ان هي اكتر اصابة بالشريان الرئوي، بجلطة الشريان الرئوي مش الشريان التاجي، المرأة. ليه؟ لانها بتاخد حبوب منع الحمل، وده عامل من عوامل جلطة الشريان الرئوي، لانها تخينة ومش مظبطة وزنها وعادات غذائية سيئة جدا، لانها ما بتتحركش كتير، ما بتعملش جيم، ما بتروحش تمشي. انا ما بقولش الناس هيروحوا الجيم او النوادي الناس الهاي، لا، الست العادية جدا ممكن تمشي، مجرد تمشي نص ساعة، يعني لو كل يوم مشيت نص ساعة هيتمنع اي ديزيز عندها، خصوصا الشرايين التاجية. لكن انا دلوقتي بتكلم على واحدة ست عملت اي عملية ورقدت في السرير مدة، اتكسرت فرقدت مثلا، لازم تاخد بالها ان ممكن يجي لها جلطة من النومة دي في الشريان الرئوي، لانها نايمة ما بتتحركش. فهم يعني لازم الدكتور بياخد باله من الموضوع ده وبيديها مضادات للتجلط الدم طول ما هي نايمة تحت الجلد، وبعدين بتخرج بعد كده على علاج لو جالها جلطة في الشريان الرئوي نتيجة اي حاجة، نتيجة عملية كبيرة، نتيجة ان الدم هايبر كواجولابل، نتيجة ان هي ما بتمشيش ما بتعملش، الكلام ده كله بيدلهم علاج لمدة سنة بعد الجلطة، من 6 شهور لسنة حسب حالتها. فانا النصيحة العامة اللي بنديها لكل العينين، بس انا خصصتلك المرأة بالشريان الرئوي يعني بالذات والسنة. الريسك فاكتور بتاع كل العيانين سواء راجل او ست، هي عشان احمي نفسي من مرض القلب لازم ابقى نباتية وما اكلش لحوم كتير. الناس بتتهافت على اللحوم معرفش ليه، مع انها غالية ومش صحية وفيها نسبة املاح ويوريك اسيد وحاجات من اللي بتعرض الانسان للشريان التاجي. فانا اكون نباتية، فيجيتابلز، الخضروات والفواكه الطازجة اكلها،
ما اكلش لحوم كتير، يومين في الاسبوع بس لحوم، اكل اكل سمك ممكن، اكل دجاج ممكن، بس اللحوم يومين في الاسبوع ماكسيمم، وامشي نص ساعة كل يوم. وزي ما قلت لحضرتك بالنسبة لكل الناس، كل الناس، لكن هي الست احنا بنراقب كمان وسط الست، الوسط بنقيس، خصوصا لو الست عندها سكر، لو الست عندها سكر في حاجة اسمها ميتابوليك سندروم، الميتابوليك سندروم ده بنقيسه بوسط العيان، لو وسطها اكتر من 84 سنتي وعندها شوية ضغط بسيط وسكر يبقى هي ميتابوليك سندروم. طب ايه الميتابوليك سندروم؟ بيعرضها لقصور او جلطة في الشريان التاجي فورا، فلازم تقلل وسطها، يبقى في حدود اقل من 84. الراجل برضو بيجيله ميتابوليك سندروم بس الوسط بيبقى 110. دي الحاجات الجديدة اللي انا بقولها لك، يعني انا بقولك الحاجات طبعا الجديدة يعني. اللي هي الابديت يعني. نسيت اقولك كمان ان في، ما اعرفش اقدر ارجع للهارت فيلير تاني. نسيت اقولك ان في دواء جديد للهارت فيلير رهيب اسمه انتريستو، بس غالي جدا. ده عضلة القلب الكفاءة 25% بيرفعها ايا كان السبب، خصوصا ضعف عضلة القلب. ضعف عضلة القلب بيجي في الستات اللي بيولدوا البربيرو اثناء فترة الولادة او بعد الولادة بشوية، بيجي لهم حمى انفاس او مش حمى انفاس، فبيجي ضعف وفشل في عضلة القلب وهبوط في عضلة القلب. الانتريستو ده دواء جديد جدا لسه طالع، ما بقالوش سنة يعني، وهو دخل عندنا مصر بس غالي جدا يعني، يعني العلبة اكتر من 900 او 1500 جنيه او، لكن سحر يعني. فالست زي برضو بتتعرض اثناء الولادة والحمل لفشل في عضلة القلب نتيجة البوست بيربيريوم، يعني ده حاجة زي البكتيريا او زي كده بتخش على عضلة القلب بتبوظها في الستات يعني. فالدواء ده مفيد جدا، وان هي يعني دكتور النساء بالتعاون مع دكتور القلب بيعالجوها لغايه ما تمر من مرحله هبوط القلب وترجع تاني طبيعيه. فده الفرق بين الست والراجل، اللي هي الحمل والولاده، وزي ما قلت لحضرتك قبل كده ضيق الصمام المترالي اللي مش متشخص، وجلطه الشريان الرئوي. اما الشريان التاجي فزي ما قلت لحضرتك هنشوف ستات كتير جدا، مش زي زمان لا، دي طول ما بيجي لها البيريود لا، بنشوف بنات وعندها 26 سنة وبيجي لها جلط، مش يعني واحدة ست كبيرة. او الايدج ده عامل من العوامل، الايدج فاكتور ده موجود، لكن احنا دلوقتي بنشوف كده ليه بقى عند الستات نتيجة الاسترس، هي عايزة تبقى نمبر وان في الشغل، هي عايزة فالستريس هو العامل. ميرسي جدا دكتور نشوى، بجد نشكر حضرتك وجودك معانا انا حاولت اجيب لك الاب تو ديت يعني.